لما انت بتنهيل متجوز كنت بتحور عليا ليه؟ حورت عليكي في ايه بس؟ امال هتجوزك وانا وانت هنكون في بيت لوحدينا كل ده كده ايه ها؟ مش تحوير؟ وديني لو اديك في 60 داهيه. بقول لك ايه؟ احنا اللي ما بيننا كان شغل، قوم جايتك دي لوحدها تشيعني انا وانت. انا مش همشي من هنا غير لما اخد حقي يا ده انت. حقك ايه يا مهبوشه؟ بنت تلاقي بنت الحكومه جايه وراكي. يا ريت يا حبيبي ورايا عشان يعرفوا انك قتلت امك. وطي صوت اهلك. ما هو بوز امك النحس ده هو اللي فقرنا. خلاص يا اختي بح بح. يعني ايه بح؟ يعني بح يعني كل اللي خططناه له انا وانت راح في الهوا، طار على فشوش. نعم يا روح امك. طب اتجوزت وهعديها، لكن تاخد حقي لا. ارمي نفسك يا بنت، انت وطي صوتك، الناس بتبص علينا. ما يبصوا يا حبيبي، هو انت لسه شفت حاجه؟ بقول لك ايه، مش عايزه امد ايدي عليك. اسمعي بقى وفهمي، انا مش ناقصك. يكونش عقلك قال لك ان لقمه سهله؟ لا، ده انا اروح القسم دلوقتي واقول لهم على كل حاجه، وهم في عرض اي حد يدلهم على اللي عمل كده. جدع، بس يا اختي لما تروحي ما تنسيش ان انا وانت كنا شركة في كل حاجه، عشان ننزل يا اختي انا وانت في كلبش واحد. الله يخرب بيتك، وديتني في داهيه وضيعت عيشي. الله يخرب بيتك يا شيخ. بص يا بنت الناس، اتعامل معاكي باصل النهايه. تاخد الورقه و200 جنيه دي وتكن في اي مصيبه. 200 جنيه؟ ههرب من البوليس ب 200 جنيه؟ عايز انا اعمل لك ايه؟ ما انا كمان هتنيل يا اختي، اهرب من البوليس قبل ما يجي ياخدوني، اخدك على كتفي. ماليش فيه، اتصرف. كان يوم اسود يوم ما شفت خلقتك. تعالي اصرف لك فرشين كمان، بس بقول لك ايه؟ لو فتحت بقك بكلمه تاني هكومك مكانك ومالكي دي عندي. امان نجري. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.